تقول أديت العمرة وأردت أن أؤدي عمرة أخرى، فهل يجوز لي أن أخرج إلى التنعيم لأداء العمرة؟ لا بد من الخروج من الحرم إذا أردت عمرة وأنت في مكة، فلا يجوز أن تحرم بالعمرة من مكة، بل تخرج إلى الحل سواء التنعيم أو الجعرانة أو عرفة، المهم تخرج خارج أميال الحرم تحرم بالعمرة، تدخل بها إلى مكة. نعم.